أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه اتفق مع نظيريه الروسي والإيراني على قضية عفرين، وقال إن المنظمات الإرهابية تتخذ خطوة خاطئة أحادية الجانب تكلفها ثمنا باهظا. كما أكد أن القوات التركية ستحاصر عفرين أكثر لمنع وصول الإمدادات للمقاتلين الأكراد. يأتي ذلك فيما تستعد إسطنبول الشهر المقبل لاحتضان قمة بشأن سوريا ستجمع بين رؤساء جمهوريات روسيا وتركيا وإيران. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلتنا من تركيا إيمان دمرهن. نأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتركيا وروسيا وإيران عن التحركات الفردية للمنظمات التي وصفها بالإرهابية في عفرين، مؤكدا وجود اتفاق بين المثلث التركي الروسي الإيراني في سوريا لن يتأثر بأي معطيات جديدة تحاول نسفه. وبعد أنباء عن محاولة دخول قوات شعبية موالية لدمشق إلى عفرين لمؤازرة الأكراد، أكد أردوغان أنه اتصل بنظيريه الروسي والإيراني وجرى الاتفاق معهما بشأن عفرين، مشيرا إلى أن بعض المنظمات الإرهابية تتخذ خطوات أحادية الجانب تكلفها ثمنا باهظا، ومجددا تأكيده أن الجيش التركي سيحاصر عفرين ويوسع انتشاره فيها لمنع وصول أي مساعدة للمقاتلين الأكراد. الاتصالات التي أجريتها مع الرئيسين الروسي والإيراني كانت لتأكيد استمرار التفاهمات بيننا. للأسف هناك منظمات إرهابية تتصرف بشكل فردي وتتخذ قرارات خاطئة، ولقد رصدنا محاولات دخول بعض الميليشيات إلى عفرين والجيش التركي تصدى لها. وفي مقابل نفي أنقرة لدخول قوات شعبية سورية إلى عفرين، تؤكد مصادر كردية هناك أنباء الدخول وهو ما يقلب المعطيات بالكامل، إذ يبدو أن جيب عفرين الكردي بدأ ينتقل تدريجيا إلى سلطة دمشق الرسمية، وهو أمر إن كان معترضا عليه تركيا لكنه سيكون أقل ضررا بالنسبة لها من إنشاء دولة كردية على حدودها وفقا للمراقبين. تركيا كل همها أن تقضي على الطموحات الكردية بدولة مستقلة، بالتالي لا أعتقد أنها ستدخل في حرب مع دمشق إذا دخلت قوات حكومية سورية إلى عفرين، إلا إذا قدمت الدعم المسلح للمقاتلين الأكراد، عندها ستكون هناك مشكلة كبيرة، لكن أعتقد بأن دمشق لن تسمح بذلك لحماية وحدة ترابها أولا ولمنع التصادم مع تركيا ثانية. وبالتزامن مع التطورات الميدانية، يستعد وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وإيران للاجتماع في كازاخستان خلال أسبوعين لتمهيد الأرضية لقمة إسطنبول السورية التي ستعقد في شهر أبريل المقبل، وستجمع بين رؤساء جمهورية الدول الثلاث سعيا لإعادة ترتيب التفاهمات التي أنتجتها اللقاءات السابقة في أسيتانا وسوتشي ووضع ملامح التحركات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. واضح أن تعقيدات المشهد السوري السياسية والميدانية تدفع باتجاه المزيد من التنسيق بين الجهات المؤثرة في سوريا، فاستمرار الحرب يبرهن أن المنطقة كلها عرضة للنزاع والتشقق مهما بدأ أنها محكومة بقواعد اشتباك، إذ لا ضمانات لأمن واستقرار من هم في محيط الحرب إلا بالاتفاق على الأمن الجماعي. إيمان دمرهانة، سي جي تي العربية، إسطنبول.